السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على فيديو جديد على قناتكم سعيدة الشانيل. الاقتراح ديال اليوم هو الكيش بالكفتة من إعداد الأخت أسماء، الأخت ديالي. كنشكرها من هذا المنبر، كنبلغ ليها التحية. كيجي لذيذ بزاف وبحشوة رائعة ولذيذة. تبعوا معايا الفيديو والمقادير في نفس الوقت. كنبداو على بركة الله. المقادير كنحتاجو 100 غرام ديال الزبدة، معلقة صغيرة ديال الموطارد، نص معلقة صغيرة ديال الملحة، معلقة صغيرة ديال سنيدة، واحد بيضة، معلقة صغيرة ديال الخمارة الحمراء، وواحد جوج معالق ديال الزيت، و 100 غرام ديال الزبدة كيما لاحظتوا، و 250 غرام ديال الدقيق. كنضيفو الدقيق هو الاول، كنضيفو ليه شويه الملحة، كنضيفو معلقة ديال السكر سنيدة، معلقة صغيرة ديال الموطارد، واحد بيضة، كنضيفو الخمارة تقريبا نص معلقة صغيرة ديال الخمارة. هنا كنضيفو جوج معالق كبار ديال الزيت. بالنسبة للزبدة كتكون باردة، تكون في الثلاجة. هاد المقادير بالنسبة للاباط ديال الكيش. لاباط بغيزي، كتحضر من لاباط بغيزي. صافي كنحربلو بحال ما هكا المقادير مزيان. بالنسبة لهاد لاباط كنجمعوها بشوية ديال الماء، عندنا ميزاننا تقريبا جوج معالق كبار ديال الماء. من بعد ما جمعنا العجين كنخليوه يرتاح في الثلاجة لمدة ساعة، تنديرو في بلاستيك الغذائي. بالنسبة للحشوة كنقطعو جوج بصلات كبار على هذا الشكل، وواحد فلفلة خضراء، كنضيفو لهم شوية تاع الزيت، شوية ديال الملحة، شوية ديال الإبزار، شوية ديال الزعفران أو الخرقوم، وكنضيفو شوية تاع سكنجبير. صافي كنديرو هاد التوابل كتشحر مزيان. من بعد ما كنشحروا مزيان البصله والفلفله على هذا الشكل حتى كتهبط البصله، كنضيفوا ليها الكفته، 250 غرام ديال الكفته. كنشحروا مزيان العناصر حتى كتدخل العطريه في الكفته. ملي كيطيب كنطفيو عليه، كنخليوه على جنب. هادو المقادير بالنسبة للصلصة البيضاء اللي كترافق الحشوة ديال الكيش. كنحتاجو فيها 4 البيضات، كنحتاجو شوية ديال الزعتر، فرماج حمر، واحد ياغورت طبيعي، معلقة صغيرة ديال الخمارة، وثلاثة الفرماجات المثلتين، وشوية ديال الحليب. وعاد كنضيفو قبسة الملح ونص معلقة ديال الإبزار. كنخلطو هاد العناصر مزيان.
كنخلطو كنخليوه على جنب. بالنسبه للعجين ها هو خليناه نص ساعه في الثلاجه صافي. كنسرحوه على هذا الشكل، كنديروا شويه تاع الدقيق كنرشوه كنسرحوه على هذا الشكل. كنخدموا هاد العجين هار بشويه حتى مع لاباط بريزي كتحل كما كتلاحظوا. كنسرحوا حتى كنحصلوا على الشكل ديال المول اولا القالب اللي غادي نديروا فيه الكيش. كنجمعوا على هذا الشكل مع المدلك صافي. كنحطوا واحد اللاطه هكا ديال الكيش كنديروا فيها العجين كنصايبوه مزيان من الجناب، وهذوك الجناب اللي كيشيطو كنقطعوهم بالموس. كنتقبو بالفرشاة على هذا الشكل هذا باش ما تنفخش لنا العجين. من بعد كندهنوه بالصفر ديال البيض. من بعد كنضيفو الحشوة اللي صايبنا من الفلفلة والبصلة والكفتة كنضيفوها من فوق لاباط على هذا الشكل هذا كنسرحوها مزيان. من بعد كنضيفو الصلصة البيضاء اللي صايبنا على هذا الشكل. كنصايبوها مزيان في اللاطة وكنديروا ليها فرماج احمر ولا فرماج محكوك وكنديروها في الفران طيب. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيش، كيجي محمر على هذا الشكل غاتيني، كيجي لذيذ مع النسمة ديال الزعتر، كيجي رائع في المذاق وسهل في التحضير وكيتقدم سخون. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، تجربوا هذه الوصفة. وبالنسبة لي مشترك في القناة يشترك، راه باقي كاين الجديد، وتخليوا تعليقاتكم ولايك. وإلى وصفة أخرى إن شاء الله.